السلام عليكم. رحب المغرب بالمواقف البناءة للحكومة الألمانية الجديدة، ورجح عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى شكله الطبيعي. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها إن تعبير ألمانيا عن هذه المواقف يتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل تمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي. وأضاف المغرب أنه يأمل أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل. وكانت برلين أكدت في وقت سابق أن المغرب شريك محوري لألمانيا من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، وأضافت أنه من مصلحة كلا البلدين عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليديا. وكان المغرب استدعى في 6 مايو الماضي سفيرته لدى برلين زهور العلوي تشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا السلبي بشأن قضية إقليم الصحراء المغربية ومحاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا. وقبل استدعاء السفيرة بـ2 شهر كان المغرب أعلن مطلع مارس الماضي قطع علاقته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط.